سلمى، ما حطتنا التالية مع عالم النجوم وأخبار الفلك وسوريا اللي انضمت للاتحاد الدولي للفلك. لمعرفة المزيد عن هالموضوع معنا اليوم بصباحنا غير الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية السورية الفلكية. سعد صباحك ومبروك. الله يبارك فيك سالي. سلمى يسعد صباحكم، صباح الورد. من دمشق لبيروت للعراق، اسمحوا لي كملها للفضاء. الحمد لله، فعلا كان يوم 30/8/2018 يوم تاريخي بحياة السوريين، يعني يوم لا ينسى من ذاكرة السوريين أبدا. كان في مؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي الفلكي اللي أسس عام 1919 كأقدم اتحاد دولي عالمي بيختص بعلم ما اللي هو علوم الفضاء والفلك. عام 1919 10 دول من الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء والفلك أسست هذا الاتحاد ليكون المظلة اللي تحته كل علوم الفضاء والفلك تضبط، يعني يحطوا القوانين الناظمة للاكتشاف، توزيع ترددات الأقمار الصناعية، توزيع المجالات الفضائية، الاستكشافات، كل هالأمور هي كلها، تسمية الكواكب، تسمية الأجرام المكتشفة حديثا، تعريف الأجرام السماوية، كلها هي وظيفة الاتحاد الدولي للفلك. بضم الاتحاد الدولي للفلك 175 ألف عالم من مختلف دول العالم. ب 30/2018 اجتمع الاتحاد الدولي للفلك، طبعا من 1919 لل 2018 وصل عدد اعضائه ل 92 دوله. 92 دوله ب 175 الف عالم، 92 دوله الان اصبحوا 81 دوله، يعني باخر مؤتمر نزلوا بدل ما يزدادوا نزلوا، لانه كثير شروط الانضمام للاتحاد قاسيه وصعبة جدا وغير متاحة. تماما وغير متاحة. دكتور، بس قبل ما نحكي عن شروط الانضمام وكيف انضميتوا، نحن نبارك لك مرة تانية ونبارك لكل اللي بيشتغلوا بمجال الفلك بسوريا جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، خلال سنوات الحرب أيضا. صحيح. لحتى وصلتوا لهالمرحلة، خلينا نحكي عن هاي الجهود. تمام. لأنه بتستحق الإضاءة عليها. كان تحدي كتير كبير، مريتوا بكتير مراحل لوصلنا لهذا المكان. صحيح. هذا يمكن أهم بكتير من أي شروط. صحيح. أخرى هو المفاجأة أو القوة اللي نحن قدمناه هو ما أنجزناه خلال 4 سنوات الماضية، أو بالأحرى خلال 7 سنوات، سنوات الأزمة. أولاً تم إنجاز المرصد الفلكي السوري، كوكب باسم تدمر، كويكة باسم الطنطاوي. قبل شوي الدكتور دارم كان موجود ضيفكم. المناهج، إدخال مادة الفلك إلى المناهج، هي نقطة كانت كتير أيضا مهمة. في عنا أيضا إدخال مادة فلك لأحد إحدى الجامعات. من الإنجازات أيضا هو التنظيم يلي كانت الجمعية الفلكية السورية عم تقوم فيه أعمال الخسوف يلي ضم آلاف الناس، وتعملنا رصد للخسوف، آلاف الناس إجت. أنا ما بدي أنسى أي إنجاز من الإنجازات الكبيرة اللي ساويناها بفترة ذهل العالم بصراحة. لما قدمنا هالدراسة اللي كانت حوالي 225 صفحة، تخيلوا قديش 225 صفحة من الإنجازات خلال 4 سنين فقط قدمناها للاتحاد الدولي للفلك. بالمقابل دول غنية بمنطقتنا إقليمية لم تقدم 10 يلي قدمناه، وعند الأموال وعند الإمكانيات كل المتاحة، وما عند عقوبات أوروبية. يعني نحن المرصد لما نجيبه هنا بيعرفوا تماماً أنه نحن معاقبين، يعني ما فينا ندخل. صحيح. تلسكوب، ورغم هيك دخلنا التلسكوبات ودخلنا المراصد وفرجيناهم أنه ها عنا تلسكوبات وما ما عنا أي تقصير بهذا المجال. فكان صدمة للجميع، وهذا دفعهم أنه يصوتوا لدخول سوريا بالإجماع. أنا كثير بدي أكون دقيق بكلمة الإجماع، يعني الدول اللي صوتت اللي هي 92 دولة قبل ما تنزل لل 81 جميعها صوتت دخول سوريا. بالبداية كان في اعتراضات كتير كبيرة لدخول سوريا. السبب أولا لأن نحن الدولة الأولى اللي تدخل كاسم جمعية، دائما الدول تدخل كوكالات فضاء، كمراكز أبحاث. نحن الدولة الوحيدة اللي دخلت باسم جمعية فلكية. واحد. اثنين، كانوا معترضين أن السوريين هلأ عندهم أزمة، شو حيطلع بإيدهم يعملوا؟ قادرين يعملوا؟ طيب نحن اتفقنا أنه نكون تحت الاختبار يوم 27 تموز، يوم الخسوف الكلي بسوريا، يلي نقل حتى على وسائل الإعلام وكنا بحديث عن الموضوع. قلنا نحن هذا تحدي لسوريا، خلونا نشوف شو بنقدر نعمل. مو أنتوا عم تقولوا أزمة وما فينا نعمل شيء؟ اتفضلوا شوفوا 27 تموز. بمعظم المحافظات السورية صدقوني العدد الهائل من الناس يلي اجت تشوف الخسوف كان رسالة واضحة للجميع أن سوريا قادرة بكل لحظة تعمل نشاطات أفضل بكتير ما أنتوا اللي عم تعملوها، وتنظم بكل نجاح، وتخلي الناس تعرف هذا العلم
وبالعكس الشعب السوري محب لهذا العلم ومتفهم أنه هو صاحب التراث الحقيقي بعلوم الفضاء والفلك. قدمنا هذا الملف إلى الاتحاد الدولي للفلك. يوم 30/8 اجتمع الاتحاد الدولي للفلك. كلمة الأمين العام للاتحاد الدولي للفلك بيترو بنفونيتي كانت كلمة محورية فعلا أشاد بالملف السوري على يعني أكثر شيء دقق على الملف السوري. قال بالحرف الواحد أنا مذهول من الملف السوري من إمكانيات السوريين. بصراحة عايشين حرب عايشين أزمة ورغم هيك أنتجوا إنتاج العالم يتوقف عنده طويلا. بالفعل كان التصويت بالإجماع دخلنا بفرحة كثير كبيرة الاتحاد الدولي للفلك. تبع الدخول الاتحاد الدولي للفلك تصويت على الأعضاء الإفراديين من الجهة المرشحة. فطبعا نحن قدمت باسمي فالحمد لله أيضا كمان دخلنا كممثلين لسوريا بالاتحاد الدولي للفلك. أيضا سجلنا أصغر عضو عمرا سنا يعني دخل للاتحاد الدولي للفلك كمان هذا سجل تاريخيا ك عمري 38 سنة على الهواء لازم أسأل السؤال ما في مشكلة. فسجلت أصغر عضو بالاتحاد الدولي للفلك كمان هذا يعتبر بصراحة إنجاز كتير كبير فرحة كتير كبيرة. ما تتخيلوا اللحظات الإعلان قديش كنا سعيدين. أكيد هي فرحة فرحة وكانت تحدي كتير كبير وهيدا الخطوة ستلقي علينا مسؤولية كتير كبيرة. شو هي المسؤولية هلأ اللي أنتوا رح تتحملوها لأنه هنا نحافظ على ليفل معين فنحن ما بدنا ننزل عنه رغم كل شيء صار وخلينا نبين أنه نحن مستمرين وعلى مستوى واحد. يا سلام عليك يا سالي أنت حطيتي إيدك تماما على النقطة المهمة. كتير دول لكن نعم حكي 92 طلع منا 11 دولة السبب أنه هالدول لم تلتزم بنشاطاتنا. لا نحن دخلنا هلأ بدأ العمل. نحن بالعكس الآن بدنا نوصل رسالة أنه نحن دخلنا عن جدارة لن نتراجع بنشاطاتنا بالعكس رح نتقدم أكثر بنشاطاتنا رح نحافظ على سويتنا رح يكون في إنجازات أكثر. هلأ نحن عندنا 4 سنين هالأربع سنين محورية جدا وخاصة العام القادم اللي هو العام الدولي للفلك عام 2019 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للفلك رح يكون في احتفالية دولية في عدد كبير من النشاطات. نحن في عنا قائمة لازم نحققها من النشاطات عدد معين من الأبحاث الفلكية إنجازات فلكية يعني في كتير شروط لحتى نبقى بالاتحاد الدولي للفلك. نحن دخلنا لنبقى مو لنطلع. ما دخلنا فقط لحتى نسجل موقف ونطلع. لا نحن دخلنا لأنه أصحاب حق. نحن أساس علوم الفضاء والفلك نبعت من بلادنا ولذلك رح نحافظ على تواجدنا رح يكون في إنجازات كتير. صدقوني بالجمعية الفلكية في كادر من الشباب والصبايا بوجه لهم كل تحية نشيط جدا متحمس جدا وقادرين يعملوا شيء وهذا الشيء اللي نحن عم نخطط له الآن أنه يكون نشاطاتنا حتى بوجودكم أنتم كوسائل إعلام كالإخبارية السورية المنبرنا الدائم اللي بنحكي فيه آخر أخبارنا متشرف. وآخر إنجازاتنا دائما هذا التعاون هو كان رسالة كتير حلوة. على فكرة ذكر كمان بالمؤتمر أنه من الإيجابيات هي كلها عليها نقاط الإيجابيات للملف السوري أنها الدولة الوحيدة التي خصصت في وسائل إعلامها فقرات ثابتة للفلك لعلوم الفضاء والفلك. هذا كان نقطة محورية تفتقر إليه باقي الدول اللي ترشحت إلى اتحاد دولي الفلك. على فكرة عدد الدول المرشح حوالي 48 دولة يعني تخيلوا 48 دولة رشحت مو كلها نجحت. نعم في بعض الدول نجحت من بينات سوريا لكن في دول عديدة لم ينجح ملفها وفي دول قوية لم ينجح مثل بولندا مثلا. بولندا من الدول الأوروبية الغنية القادرة ما نجح ملفها فشل ما تصوت له. في دول مثلا مثل المكسيك في دول يعني إلها وكالات فضاء إلها طيب أبحاث ما نجحت. هذا الشيء اللي بيخلينا نسأل دكتور مدام في دول مثل ما قلت يمكن ما عم تمر بالظروف اللي مرت فيها سوريا وبنفس الوقت كمان هي قديمة بمجال الفلك والرصد الفلكي شو اللي ميز سوريا وشو خلينا نقول المعايير اللي قدرنا نحرزها أو نوصل إلى لحتى وصلنا لهالنتيجة. تمام. أولا عدد الأبحاث العلمية الموثقة المقدمة باسم سوريا تمام. واحد يلي طبعا نشرت و أبحاث موثقة. 2 كمية النشاطات وعدد النشاطات ونسبتها خلال العام. نحن حققنا ما يعادل 300% من نسبة النشاطات خلال الأعوام الأربعة الفائتة رغم الأزمة. يعني خلينا ندقق دائما أنه رغم الأزمة يعني ليش أنا عم دقق على هالكلمة لأنه نحن عم نطلع على دول أخرى عم نتنافس مع دول أخرى ما عندها شيء يعني قادرين بكل أريحية يعملوا يجيبوا تلسكوبات ويجيبوا أجهزة علمية ويعملوا نشاطات ومو خايفين. نحن رغم الأزمة من عام 2011 لليوم لم يتضاءل نشاطنا ولا يوم. بالعكس استمرينا كل يوم بنشاطاتنا. ما في نشاط ما في ظاهرة فلكية عبرت بسوريا إلا ما تصدينا لنا رغم كل شيء صار. وتذكروا قديش مرت بسوريا أيام صعبة جداً
وايام كانت الكهرباء يمكن قليله وتقطع صحيح. ورغم صحيح. هيك صممنا انه نكون موجودين. فعلا هذا الشيء اللي كان قوه للملكنا، هذا التحدي اللي وصلنا له بالضبط. اضافه لليالي الرصد الفلكيه والنشاطات والابحاث العلميه، في عندنا نقطه كثير كثير مهمه اللي هي ماذا قدمت سوريا للعالم بمجال علم الفضاء والفلك. نحن قدمنا برامج علميه باللغه العربيه فلكية، نحن ترجمنا أفلام للغة العربية، أفلام كانت تنشر فقط بالإنجليزي، كانت تنشر مباشرة أخذنا ترجمة كمان حسبت لنا، قدمنا محاضرات بعدة دول بالعالم، عملنا نشاطنا كان لم يقتصر على سوريا، أطلقنا شيء اسمه الفلك الصغير وكانت بادرة لأول مرة تحدث بالعالم، أنه نحن رعينا الأطفال الصغار من أي دولة كانت، كان عندنا موقع يقدم المعلومة للفلكيين الصغار بطريقة حلوة كتير، يعني مشتري لبسناه نظارة وساويناه هيك عملاق الكواكب، المريخ المشاكس لونه أحمر، يعني أعطيناها بأسلوب كتير كتير جميل، هذا كتير قدم لصالح سوريا. أيضا نحن وثقنا بعض الأمور التاريخية مثل مزولة ابن الشاطر بالجامع الأموي بدمشق، وأثبتنا أنه هي هذه المزولة ليست المزولة الحقيقية، بل هي هناك مزولة أخرى في المتحف الوطني بسوريا، وهذه المزولة هي مزولة الطنطاوي. كان في يعني تجارب علمية، مرصد البتاني بالرقة اللي لآخر لحظة ضلينا نحن عم نحاول نوثق كل شيء فيه بتفاصيله، وكنا عم نسعى لتسمية الرقة بمدينة البتاني. تماما، يعني مو بس عنا عجقة بالأرض، كمان في عنا عجقة بالفلك والكواكب، ومع هيدا العجقة شوفي عنا شيء جديد تخبرنا يا هلا بقى صار عنا كتير شيء جديد صراحة بعد دخولنا الاتحاد الدولي للفلك، وبنفس الوقت نحن 30/8 31/8 كان ذكرى تأسيس الجمعية الفلكية السورية، مرور 13 عام على تأسيس الجمعية الفلكية السورية. هلا نحن اسبوعيا راح يكون عنا ليالي رصد فلكيه بمرصدنا الفلكي السوري. الشيء الجديد نحن عم نترقب الان بعد كم يوم خلال الايام القادمه اقتراب كوكب المشتري. تذكروا كنا عم نحكي عن المريخ، مشتري غار قال شلون المريخ كل هالاقبال عليه وانا ضل هيك بعيد وانا اكبر كوكب، ما بل اكبر كوكب لازم يحرد كمان. تماما، اذا حرد مصيبه، اذا طلع من مجموعتنا الشمسيه بتنهار. فالان المشتري راح يقترب لاقرب نقطه له من الارض، راح نكون باستعداد لمراقبه المشتري وتوابعه. تخيلوا ما احلاها توابعه عم تدور حوله بالتلسكوبات، رح نرصد هذه الظاهرة. وطبعا عنا مشان كمان أنا أعطي شيء لبعيد شوي، عنا ظاهرتين فلكيتين مهمتين جدا، هي 17/18/20 اللي هي هطل شهب جميل جدا، و 21 كانون الثاني، عفوا 17/18/20 الثاني و 21 كانون الثاني اللي هو الخسوف الكلي الثاني في بلدنا، واللي حيكون خسوف كلي ويشاهد بكامل تفاصيله باذن الله تعالى. يعني يمكن احداث كثير مهمه فلكيا، ودائما نحن كل مره بنتناول الحدث وتاثيراته على ايضا الانسان بنربط هي الحاله اللي كثير مهم نحكي عليها ببعض الاوقات. قبل ما نختم حديثنا اليوم، موضوعنا الأهم هو كان أنه مبارك للجمعية الفلكية السورية اللي أصبحت جمعية دولية صحيح. معترف فيها دوليا، ومبارك لجهود كل المتواجدين. كلمة أخيرة بتحب توجهها اليوم لكل يلي عم بيتابعنا؟ شكرا لك سلمى، أنا كنت بحاجة لكلمة أخيرة. فعلا فعلا الإنجاز اللي حققناه أنه يرفرف علمنا بفيينا بالنمسا كان إنجاز كتير كبير، علمنا كلنا بنحبه. بصراحة أنا قلت كلمة هنيك وأنا بأكد عليها وبقولها هون على الهواء وبكل صدق وأمانة بقولها، قلت لهم ياها للعلماء الموجودين هنيك وبقلكم ياها، نحن هذا الإنجاز ما كان فعلا لولا شيء، أولا التكاتف السوري بين بعضه، ثانيا الإنجازات اللي حققها الجيش العربي السوري. أنا كتير دققت بكلمتي أرسلتها لهنيك، أنا ما رحت لهنيك بصراحة لاعتراضي على عدم وجود سفارة بسوريا، أنا ماني مضطر أطلع لدولة تانية أخذ فيزا أو تأشيرة، أنا جيتي من بلدي، فكان هذا اعتراض قاصد أنا أوصل رسالة فيه. رغم يمكن شغلات كتير أنتم مريتوا فيها لو وصلتوا، يعني نحن دائما سوريا رغم كل شيء رغم الظروف عم توصل للي لشيء، ولكن بجهود بتعب صحيح. بس كيف كانت هيك، خلينا نحكي عن الفرحة تمام. وقت نحن فزنا انه نحن فتنا خلص تمام. صرنا جوا. فكنت انا بدي وجه التحية انه فعلا انجازات كان للجيش العربي السوري اللي هو صاحب الفضل الاكبر والاول والاخير بهذا الانجاز، لولا ما كنا قدرنا نعمل هالنشاطات كلها. أكيد. لحظة الاعلان سالي هدي. لحظة اشعل البدن تماما. نحن بصراحة كنا خايفين، ما حكذب عليكم اطلاقا، نحن كنا متوقعين لعبه بكل صراحه وامانه، كنا متوقعين لعبه مثل العاده. الدول المتآمره على سوريا موجوده أكيد. نفس الدول المتآمره على سوريا موجوده بهذا المؤتمر، فكنا متخوفين انه يدخل السياسه بالموضوع ويضغطوا على العلماء. فلما طلبنا من الاتحاد الدولي انه يكون التصويت على سوريا اخر تصويت،
لحتى نحن ندرس الوضع بشكل كامل ونأمن حالة الإجماع. فلما شفنا بولندا شفنا المكسيك نحن زادت الرعبة عنا. دول مثل هي ما نجحت يعني نحن وضعنا مخيف. فلما لحظة التصويت بسوريا كنا قاعدين مترقبين قلق مو طبيعي وطلع اسم سوريا طبعا تصويت إلكتروني ده حلو. فبيطلع على الشاشة النتائج. فلما طلعت بالإجماع أول شيء نحن سكتنا يعني إنه تفاجأنا الإجماع ما توقعنا. بعدين ما تتخيلي العاصفة التصفيق اللي كانت بالقاعة فعلا عاصفة من التصفيق يعني كل الدول صفقت سوريا لصالح سوريا على حق بالقلب. في كلمة أنا بحبها كل واحد عنده دولتين دولته اللي ولد فيها وسوريا سوريا أكيد. فعلا هذا الشيء نحن شعرناه بالاتحاد الدولي للفلك وشعرنا قديش العلماء مفصولين عن سياسة بعض دولهم. يعني في كثير دول هي من أصحاب الدول الأيادي السوداء على سوريا لكن علماء بعيدين جدا عن سياسة دولة. يعني هذا الشيء للحق يقال كانوا كثير صفقوا لنجاح سوريا كثير اجوا بعثوا لنا رسائل تهنئة او قالوا لنا نحن معكم وشو مطلوب ونحن مستعدين نزور سوريا ونقدم كل شيء مطلوب منا لدعم ملفكم وللفترات القادمة وحتى نقدم المعلومات اللازمة لكم وقدموا كثير تعاون. خلونا نحكي بصراحة فعلا الإجماع اللي حصلنا عليه أثبت انه وجهة نظر علماء الفضاء والفلك مو بكاكاشه نحن عم نحكي كعلماء بعيدة جدا عن سياسه الدول يعني التصفيق والحاله. نحن شعرنا فعلا بحاله كثير كبيره وكانت لحظه كثير حلوه لما شفنا عالمنا على الشاشه الكبيره عم يطلع لحظات لا تنسى فعلا لا تنسى قد ما حكيت لكم لا تنسى. يعني يمكن هذا الانجاز له فرحه كبيره ويعني اليوم بيذكرنا مشهد من مشاهد من 4 سنين بالضبط تقريبا لما كانت تدمر عم تتعرض هجوم إرهابي وكنت هون وكنا عم نحكي عن موضوع إنه نحصل على نسجل اسم تدمر بالفضاء. كان في تحدي كبير بهذا الموضوع وقلنا أكيد رح نستضيفك المرة الجاية وقد تحصلوا على هذا الشيء. كان نفس هاي الفرحة كوكب تدمر صحيح. هلأ هذا الشيء اللي دخلنا له بيساعدنا أكثر على تسمية كواكب أكثر بأسماء نحن منحبها ونحافظ عليها. كوكب تدمر الآن من الأمور فعلا اللي سجلت لصالح سوريا. الآن في كوكب يدرس بكل المؤتمرات اسمه كوكب تدمر كما يكتب يلفظ. يعني حافظنا حتى على كلمة تدمر. اليوم كوكب تدمر من الكواكب المهمة جدا اللي عم يحاولوا العلماء يبحثوا عن يا ترى هل هو هناك وجود ماء فيها هل يوجد غلاف جوي. يعني كوكب مهم وعليه أبحاث. إذا منفوت على السيرش ونبحث عن تدمر ملاقي صار في أبحاث علمية عليه وهذا اسمه كوكب تدمر كوكب سوريا كوكب اللي نحن بنحبه. أطلقنا اسم كويكب اسمه الطنطاوي أيضا لعالم فلكي سوري بفترة الاحتلال العثماني. نحن أكدنا أنه بهالفترة لم تتوقف الإنجازات السورية. كثير ناس بيقولوا بفترة الاحتلال العثماني السوريين تراجعوا علميا أبدا لا نحن أثبتنا أنه العلم بسوريا ظل مستمر أكيد. واليوم أثبتنا أنه استمر العلم أكيد ورح يستمر ونحن بدنا نتمنى لكم التوفيق. نحن منفتخر بسوريا سواء بمجال الفلك سواء بمجال العلم والأولمبياد العلمي اللي عم نشوفه هلأ بكل المحافل الدولية والسوري عم يثبت جدارته وأبداعه ورغم الظروف هذا نجاح مو نجاح عادي هذا نجاح كتير كبير. لقلنا كل التوفيق لكم مبروك مرة تانية وإن شاء الله يا رب هيك منشوف أسماء الكواكب اللي سوريا حابة تسجلها موجودة بجميع المحافل إن شاء الله. سالي يسعد صباحك سلمى صباح الورد. شكرا لك دكتور.